توسيع مطمر برج حمود 40,000 متر مع كل ما يستتبع ذلك من كوارث بيئية وصحية. في وقت تسرق الكورونا الأضواء وتحتل سلم الاهتمامات لاسيما الإعلامية، اتخذ القرار بتوسيع مطمر الموت أو مكب برج حمود لما يقارب 40,000 متر. فماذا يعني هذا القرار؟ أولاً، ومع ارتفاع درجات الحرارة في الأشهر المقبلة ستزداد نسبة الانبعاثات، وبالتالي سنكون أمام ارتفاع جديد في الأمراض الصدرية والسرطانية تحديداً، وعندها قد يقول أهالي سكان ساحل المتن يا محلى الكورونا. وفي صمت مطبق من الأحزاب والفعاليات بالمنطقة والفعل بالسلطة، مع كل الشعارات اللي بتنرفع كل مرة أنه ما رح نقبل مرتجات مددوا، ما رح نقبل وما رح نقبل. آخر النهار عم بيصير جريمة بحق الناس اللي موجودين بساحل المتن. احنا استنفذنا كل الوسائل، لجأنا للقضاء مرتين، لجأنا لتحركات ميدانية على مدى أشهر، وكمان عملنا مؤتمرات صحفية تنضوي ونحذر قبل ما توقع الكارثة. الاتصالات والتواصل مع كل وزراء البيئة المتعاقبين ما أدى إلى نتيجة، لأن هذا الملف يدار بشكل خفي بمول حركات وتحركات وأحزاب سياسية وتيارات. بين مجلس الإنماء والأعمار وأهل السلطة في شيء عم بيصير تحت الطاولة، لأن ما في شيء بيبرر الإجرام المستمر لأهالي جديدة، زلقة، جل الديب، سن الفيل. نسأل هون السؤال، ليش بعد هذا القرار ما نشر بالجريدة الرسمية؟ هل في قرار مضي تستكمل هيدي الأعمال؟ ليش تلزم ب 18 مليون دولار أحد المتعهدين بلا مناقصة؟ كل هول الأسئلة برسم يلي مضيوا هيدا القرار. في غياب شبه كامل للاعتراضات ووسط صمت مخيف ومطبق، مطمر برج حمود سيتوسع والمرضى سيزيد عددهم حتما، في وقت يعتبر ملف معالجة النفايات من أبسط الملفات في الدول التي لا توجد فيها مافيات في كل الملفات.